عندنا بقى من مصر في التايكوندو، قرر الاتحاد برئاسة عمرو سليم تأجيل بطولة مصر الدولية للتايكوندو واللي كان المفروض تتلعب من 25 ولحد يوم 29 مارس الحالي، وده بسبب التخوفات من مرض كورونا لان في مشاركين من ايطاليا واليابان ودول تانية، والتخوفات من حضور البعثات لمصر ومنع دخول البعض في حاله تاكيد اصابه اللاعبين او اي حد من البعثات اللي هتكون بتحضر بفيروس كورونا. الاتحاد الدولي للتايكوندو ارسل تعميم لجميع الاتحادات الاهليه بيفضل في تاجيل البطولات في الفتره الحاليه والابتعاد عن المخاطر والتجمعات، وارسل في التعميم توصيات بان الاجتماعات الدوليه ممكن تتم بالفيديو كونفرنس في ظل إجراءات السفر الحالية في معظم دول العالم. عندنا 4 لاعبين الحمد لله تأهلوا إلى طوكيو 2020 في منافسات التايكواندو، سيف عيسى، هداية ملاك، عبد الرحمن وائل، ونور حسين. نتكلم من 3 من اللاعبين دولت من نادي الصيد. نادي الصيد صدر لاعبين كتير جدا في رياضات مختلفة، ولكن كمان بقى على صعيد الإنجاز في التأهل إلى طوكيو 2020، فواضح إن نادي الصيد عنده اليد العليا من أبطاله اللي قدر إن هو يكون بيأهلهم بشكل جيد جدا للمنافسة على الصعيد الإفريقي ومن ثم التأهل إلى طوكيو 2020. خلونا نشوف تكريم أبطال التايكوندو في نادي الصيد ونرجع نكمل بقية أخبارنا. احنا لسه مخلصين التصفيات ولسه يعني لسه هنعرف البلان وكده اللي احنا هنتمرن قوي كده، لسه احنا ان شاء الله هنبتدي من يوم السبت. المنتخب ليه دور جامد، كان عندنا معسكر في المكسيك وبس، وعملنا اعداد جامد عشان التأهيل ده والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طبعا صعود الاولمبياد حلم لاي حد، الحمد لله ربنا كرمني وتأهلت الاولمبياد، وان شاء الله يعني الفتره الجايه ربنا يكرمنا ونحقق حاجه ان شاء الله كمان في الاولمبياد تفرح المصريين يا رب ان شاء الله. الاستعدادات المفروض ان شاء الله احنا نقعد مع المدير الفني المكسيكي والمدربين المصريين كابتن محمد مجدي وكابتن اسامه السيد، نقعد معاهم ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير، هيبتدي يحط الخطه ونحط الاستعدادات ان شاء الله اللي المفروض نعملها الفتره اللي جايه. ومفروض المعسكر التدريبي هيبتدي من اول يوم السبت، هنبتدي نعرف بقى بالظبط كل حاجه هنعملها لحد الاولمبياد ان شاء الله. دور المنتخب المفروض هو كل حاجه، يعني هو الاتحاد المصري التايكوندو هو المفروض بيتكلف كل حاجه ليها علاقه باعداداتنا كل حاجه، فربنا يكرم ان شاء الله الفتره الجايه، ويعني الاتحاد دايما معانا ويكون معانا ان شاء الله في الفتره الجايه ويدعمنا بحيث ان احنا نقدر نحقق حاجه لمصر. دور النادي دايما النادي بيبقى فرحان طبعا بالانجازات اللي بنعملها وبيبقى بيسبورتنا طبعا الحمد لله. وعايز اقول لحضرتك ان كمان احنا عندنا دلوقتي 3 متاهلين للاولمبياد من نادي الصيد، فدي حاجه كبيره جدا، يعني نادي الصيد بيسبورت جامد قوي لرياضه التايكوندو الحمد لله. الفتره اللي فاتت دي كانت فتره قويه، ويعني الحمد لله احنا الاربعه تاهلنا، واحنا عندنا الحمد لله النهارده تكريم في النادي، في نادي الصيد هنا تكريم لينا كلنا، فانا حابه اشكرهم على التكريم ده واشكر الاتحاد والوزاره واللجنه الاولمبيه وطبعا الشركه الراعيه ليا والبنك الاهلي، لان هم ساعدوني اوصل للتاهل، وطبعا المدربين طبعا هم اللي كانوا معايا طول الوقت. وانا الحمد لله اتخرجت يعني، فالحمد لله فضيت للتايكوندو، يعني كنت في كليه فنون جميله ديكور، وكانت الصراحه الكليه يعني في الفتره اللي انا كنت فيها كانوا بيساعدوني في الامتحانات وتاجيل المشاريع بتاعتي، فبحب اشكر الكليه بتاعتي جدا طبعا. فالحمد لله ان الفتره دي عدت وخلصت الجامعه وفضيت بقى للتايكوندو الفتره دي، لان هي اصعب يعني التاهل والاولمبيات المره دي اصعب من قبل كده بس، يعني حياتي بره التايكوندو برده تمرين، يعني ما فيش حاجه يعني قوي يعني رسم وحاجات كده كان ليها علاقه بالكليه غير كده، يعني كله تايكوندو. بتفرج على ليفربول عشان محمد صلاح يعني هناك، عايزه اروح انبسط ايا كانت النتيجه، مش يعني انا هعمل اقصى حاجه عندي، والنتيجه دي حاجه بايد ربنا، والحمد لله ان انا اصلا رايحه برضو يعني المره الثالثه، وان شاء الله يعني هتبقى نتيجه يا رب يعني النتيجه تبقى احسن من المره اللي فاتت. انجاز كبير ان مصر تتاهل بالفول كوتا 4 لاعبين كاملين، وده اقصى عدد ممكن دوله تاخده، ده غير كمان ان في 2 في البارالمبيك لاول مره هيمثلوا مصر في اولمبيات البارالمبيك. باذن الله احنا طبعا شغالين زي ما اجتهدنا وركزنا قبل التصفيات، وجبنا مدرب على كفاءه عاليه جدا العالم كله بيشهد بيها واشاد بيها في المرحله الاخيره مع المنتخب المصري، كمان احنا مستمرين وبنعمل حاليا
تجهيز للخطة اللي احنا هنستمر بيها من الفترة دي لغاية الأولمبياد بإذن الله.